بالثاني كان في اثنين على الموتور مدربين كتير منيح، بلحظة شالوا اللي شالوا هذه الكراس وشالوها كلها، قشطوا التليفونين عن جوانب وبقوا مكملين طريقهم. كان في مصاري مبلغ كبير وكان في الأوراق الثبوتية واللي هي أصعب. شو فينا نعمل؟ حق معه، أصلاً أنا شفقت عليه مثل ما شفقت على حالنا، حق معه لأنه هو بالفعل بسرية كاملة فيه ثلاثة موظفين ومعتمين الدنيا. لبنان يا جماعة، إذا ما بدها تتحرك الدولة ما بقى حدا يقول لي إلا كل حدا صار لازم يحمي حاله. زادت معدلات الفقر والبطالة، واللي خلى يكون الأشخاص عم يتجهوا نحو الجريمة كوسيلة للتغلب على هذه الصعوبات المالية. أكيد عدم الاستقرار السياسي، ضعف البنية التحتية للأمن بيخلي أكثر البيئة مجهزة لحتى يكون الأشخاص عم بيسمحوا لحالهم يكونوا عم بيرتكبوا جريمة، وبالإضافة أكيد للتفلت بانتشار السلاح اللي هو غير شرعي بيخلي الأشخاص يصير عندهم فائض قوة وبيكونوا عم بيستخدموا الجرائم بتفريغ هيدي الفائض القوة. نشل من 91 حالة مصرح عنها إلى 69 32%. راجعت هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، لكن إذا بنرجع لسنوات ما قبل الأزمة يعني 2018-2017 بنشوف إنه هي لا تزال مرتفعة بنسبة تتراوح بين 25 وصولا إلى 50%.